نظمت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب مؤتمرا صحفيا للاحتفال بمناسبة الذكرى الوطنية ليوم الشهيد، وذلك تزامنا مع بدء احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم. وتم خلال المؤتمر الصحفي الإعلان عن أنشطة وفعاليات الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم لهذا العام. تزامنا مع بدء احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، نظمت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب مؤتمرا صحفيا للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية، تم من خلاله الإعلان عن أنشطة وفعاليات الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم لهذا العام. وأكد اللواء أشرف أحمد شريف مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب أن احتفال القوات المسلحة بهذا اليوم الذي يوافق ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض، والذي عكس تلاحم القائد مع جنوده في الصفوف الأمامية، وأن ذلك الاحتفال يأتي تأكيدا على وفاء القوات المسلحة لشهدائها الأبرار الذين جسدوا بأرواحهم أسمى معاني الوطنية والفداء، وسطروا أروع الملاحم البطولية لتبقى راية الوطن عالية خفاقة، مؤكدا أن القيادة العامة للقوات المسلحة لا تدخر جهدا في تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والرياضية والاجتماعية لأبنائها من أسر الشهداء ومصاب العمليات الحربية، تقديرا لما قدموه من تضحيات لإعلاء كلمة الوطن. يفارقنا جسد ويسيب ذكراه، الشهداء أحياء سيرتهم باقية في قلب الوطن، وعطائهم أمل وحياة. عظيم سلام وكلنا واقفين لروحه انتباه، واحنا النهارده بنوعد وهنكمل المشوار وراه. بلدنا مش هتنحني وايد في ايد هتتبني، والموت لعمره هالدراب يزيد حياه. 9 مارس